استريد مساء الخير مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم من الحي الجامعي. يعني عثور على واحد طالبة جثة هامدة الداخل، فضل لحظات وصول الطب الشرعي من أجل نقل الجثة إلى مستودع الأموات، وكذلك الدائرة الأمنية والشرطة العلمية. أسباب وفاة هذه الطالبة الجامعية مجهولة لحد الآن، فضل لحظات يعني استنفار أمني في المكان، كما كتلاحظوا خروج جميع الطلبة، كما كتلاحظوا أمام الحي الجامعي يعني عثور على شابة جثة هامدة داخل الغرفة. هذه اللحظات يتم نقل الشابة إلى مستودع الأموات، الله يرحمها ويوسع عليها. مازال غادي نفيدكم بمعلومات أخرى، يعني أسباب يعني حتى الأمور متكتمين عليها. طيب كذا تقلب اصبع ال كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام استنفار أمني في المكان أمام الحي داخل الحي الجامعي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عثور على شابة متهامدة. قلب على الصداع تاعي. اي صاحبي مشاهدينا الكرام، كما كتلاحظوا الصف الامني خارج الحي الجامعي وداخل الحي الجامعي عثر على شابه جثه هامده اسباب مجهوله. يعني غادي نتبعوا ان شاء الله هذه القضيه، غادي نتبعوا ان شاء الله غادي نعرفوا جميع الملابسات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ننتهي هذا البث وإلى اللقاء.